هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين؟ الشيخ أحمد ياسين صلوا عليه اللي عنده يكفي، صلوا عليه المسلمون اللي عنده يكفي، نرجو الله له المغفرة والرحمة، الدعاء يكفي والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل مع أنه يعني يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة والخير إن شاء الله. نعم.